وذكرنا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة العامة، ذو الرحمة الخاصة، صفته فعله الرحمن الرحيم. مالكي، وفي قراءة ملكي يوم الدين، ويصح أن يقرأ الإمام مر بهذا ومر بهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، ملك ومالك. قد يكون عندنا ملك من ملوك الدنيا، لكن هذا الملك ناقص. قد يكون ملك ولا مال لديه، نعم صحيح، دولة فقيرة. وقد يكون له مال لكن ليس بملك. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، لكن ليس كملوك الدنيا، ملك تام. نعم، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فالله ملك ومالك يوم الدين. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. على العمل، إن الدين عند الله الإسلام. وملك يوم الدين على الجزاء، يوم الجزاء والحساب. طيب، الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين وكل الأيام، صحيح؟ أي نعم، الأيام خمسة، الأيام خمسة إجمالا. يوم في العدم قبل أن تخلق، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر، واليوم الآخر. سمي اليوم الآخر بهذا الاعتبار على أنه آخر الأيام الخمسة. هذا اليوم يوم الدين. لماذا خص هذا اليوم بالذكر، اليوم الآخر، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين؟ لأن هذا اليوم لمن الملك اليوم؟ فيه الجزاء والحساب. إذن هذا فيه التحذير من الجزاء والحساب، أن هناك جزاء وحساب، إذن لابد أن نعمل. إذن هذا معناه أن هذه الدنيا ليست دار عمل، لا، ليست دار جزاء، هي دار عمل. والآخرة ليست دار عمل، هي دار جزاء، بخلاف ما يظن بعض الناس، يريد الدنيا دار جزاء. يقرأ الفاتحة، نعم، إذن لابد يفهم أن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، إذن لابد يستعد، يحتار. نعم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مسجدني عبدي.